ألف مبروك للوصل هارد لك لبنياس أستاذ أحمد، يعني فوز مستحق للوصل ولو أنه جاء في الرمق الأخير. أكيد، وهذا حلاوته، ربما أنه جاء في الرمق الأخير، يعني فرحته كانت مختلفة. لكن عطفا على المباراة، يؤكد بنياس أن بنياس اليوم ليس بنياس الموسم الماضي، وصيف البطل، صاحب الأداء المبهر، صاحب النتائج اللي جعلت منه أيضا الحصان الأسود للدوري، بل وهناك من كان يتوقع في أي لحظة أنه أن تخدم الظروف يتوج بطل. لكن هذا الموسم أعتقد غياب بيدرو مؤثر، سلطان الشامسي مؤثر، فأعتقد أنه سيدفع ثمن هذا التفريط، بعكس الوصل اللي قدم نفسه بشكل ممتاز. وأعتقد أنها طيب. بداية أيضا كما قلت عن جزيرة وقلت عن العين، أقول عن الوصل بداية مثالية. طيب كابتن سامي، هل انتقال فعلا بيدرو إلى نادي الوحدة أثر على المردودية الهجومية لهذا الحد؟ واضح، غيابه واضح، يعني اليوم ما شفنا، حتى يمكن شفنا ابو ناموس فتره بدا يعني يلعب كراس حربه، ولكن هذا ليس مركزه الطبيعي. جواو بيدرو لم يستطع بنياس تعويضه، بالعكس تالق مع الوحده وسجل هدفين في اول مباراه امس. الفريق يجب ان يجد حلول. اليوم جواو بيدرو لم يكن في التسجيل، او بديله لم يكن حاضر في التسجيل، لكن حتى بقيه الخطوط لم تكن اليوم فاعله. شفنا هيئه الوسيط فاعله واستسلم، لا نقول استسلمت، ولكن سقطت امام اصرار الوصل الذي وان خسر ليما في الشوط الاول عاد وحقق الفوز. على فكره كلا المدربين من نفس الموسم الماضي مستمرين، والاعداد هم معهم، وكلاهما كان من نجوم الموسم الماضي. نعم، اذا المباراه